هل يأثم الوالدان عندما يتركون أولادهم لا يقيمونهم للصلاة المكتوبة؟ نعم يأثمون، لكن إذا تعبوا منهم عاد خلاص مش يسوون، بس إنهم يجب الاستمرار. نوح يا إخواني جلس يدعو قومه ومنهم ولده 950 سنة، ولما جاء الطوفان تفجرت الأرض ينبوعا ونزل المطر يعني سيولة، فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني رب العالمين فجر الأرض وأنزل السماء، فلما التقى الأمر على هذا قال له أبوه في السفينة مع المؤمنين اركب معنا، لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ومات على الكفر نسأل الله العافية والسلامة. وأبوه ما ترك دعوته أبد، أبوه يقول في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخره. صحيح، ما ترك شيء. فنحن يا إخواني لا نمل الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو ويدعو ويدعو، ثم انتقل للمدينة واستمر يدعو حتى في فتح مكة، لما جاء وفتح الله مكة وأذل أهل الشرك وجالسين ينتظرون ماذا يفعل بهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم.